رأيت إني قاعد دخلت مكتبي وقاعدة أجهز ورقة، ما أدري وش الورقة هذه. وبيوم خلصت منها رحت لغرفة المعلمات، لقيتهم قاعدين يجهزون أوراقهم، ما أدري وش الأوراق. قالوا سوي زينا، لحظة، قلت ما أق... عشان لا كذا أنا خلاص جهزت. عشان كذا حسيت حلمك طويل. حلمك نفس حلم الأخت اللي قبلك، أيوه مقاطع مصفوفة إذا حاولت أوصلها أضيع، يصير عندي كونتاكت في المخ، فهمتي علي؟ فراح نرجع صح، ناخذ حلمك. كلمة مين اللي قال فلوس؟ اللي طلعوا كلهم بدون دعم، حتى الأخت الحين كلمني مش داعمة. ردي مرة ثانية، قولي لي مقطع مقطع واسكتي، كل ما قلت مقطع اسكتي عشان افكر فيه لحالي. يلا بسم الله، سم. اسمي يا منال. الحين بطلعك منال. ايوه دخلتي وين؟ رأيت إني داخل المكتب، مكتبي يعني في غرفة في المدرسة، وجهزت ورقة، ورقة كأنها مطبوعة وجاهزة بس إني جهزتها. طيب بعدين وقفي، طيب سم. شو تشتغل انت، مدرسة ولا ادارية في نعم، مدرسة؟ لا شو تشتغل؟ معلمة، معلمة شو؟ معلمة دين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب دخولك للمكتب معناته امر 90 تحقيقه في مجال عملك. الورقة صحيح، جاهزة معناتها مقدر لك هذا الامر، راح يقع سواء انه تاخر شوي او انك انت خايفة انه ما يا يتم، رب ربنا يبشرك انه راح يتم الامر الذي تسعي له في عملك. واضح؟ يا رب يا كملي، رب. انا اخذ مقطع مقطع. كملي. وبعدين دخلت عند غرفة المعلمات، لقيتهم هم قاعدين يكتبون، ما هي جاهزة أوراقهم، هم يكتبونها. قالوا سوي زينا، قلت لا أنا خلصت جاهزة ورقتي. نفس المعنى الاول، الاخرين يتمنون هذا نعم الامر ولكن الله قدر لك وشاء، خلاص راح يكون قريب بيدك. وهم يا رب يحتاجون آمين. تعب واجتهاد اكثر في الدعاء والعباده حتى يتحقق انت وصلت عند الله مكان ان شاء الله انه سبحانه وتعالى يحقق لك امورك وييسرها. كملي. يا حي يا قيوم. وبعدين قالت لي واحدة من زميلاتي خذيك سويها، قلت لا أنا خلاص جهزتها ورقتي ما بي. قالت طيب خذي هذه هدية مني. ونظرت فيها قلت الله هدية، مسكتها مع يدها قلت امشي الساحة برا، مدام كذا يعني مدام اعطتني هدية قلت امشي شوفي ناظري برا الساحة مطر امشي برا، ومسكتها مع يدها اسلمي يا ونزلنا، ميار. طيب ومسكتها مع يدها ورحنا تحت المطر، كنا مبسوطين. وكيف وربطت علاقتك فيها جبنة، هذه؟ لا جيدة. لحظة بس وبعد أشوف بعد الأخت ما وقفنا الداعمة تحت أطلعها. ميار، نيار اسمها ولا ميار؟ نيار. سم. كملي. بس يا أختي الحلم وما... واضح جدا، الحلم واضح. هذا إنسان عاطك فيها عادية مش قوية. ايوه، بس ما بيني وبينها زينة علاقتي معها عادية، زميلة. يعني ربما تصير تقرب لك بعد ما يصير لك انت الشيء اللي في قلبك يتحقق في العمل، الله يعلم شو تحقق تتمنيه انت. احتمال تصير تتقرب لك وتصير فعلا تمشي على طريقتك في التعامل، تعلم منك. الله يسعدك، فهمتي؟ فعلا أنا مقدمة على ترقية في العمل إن ان شاء شاء الله الله عليك. انها قريبا تكون من نصيبك ويصير يقربوا لك الموظفين ويحاولوا يمشوا على طريقتك في العمل. هذا والعلم عند الله يا اختي. بارك الله فيك. الله بارك الله يسعدك فيك. يا رب.